خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. اللي بعد وين؟ نعم خليه يتراجع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم لظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك نحمدون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون لكان خيرا لهم ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما يوعظون عظون ما يوعظون عظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أجرا عظيما ولهديناهم صراطا ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما بارك الله فيك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أحسن فتح الله عليكم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بارك الله فيك تفضل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
ما فعلوه من دياركم بيتا. من دياركم هذه فيها ثلاث قراءات، فيها الفتح والذي نقرا به من ديار فيها ثلاث قراءات، الفتح والذي نقرا به، وفيها التقليل لورش من ديارهم، وفيها الاماله للبصري من ديارهم، فيها ثلاث قراءات. يا هي قراءة القانون الذي نقرأ به فبين، أما يا هذه ما هي؟ اللهم في الشيء. ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم شفت علاش القرآن يؤخذ بالمشابهة؟ علاش نسافروا للأسفاق باش نقراو فيه؟ ها؟ نمشيو لخير الدنيا نقراو القرآن. تبان؟ وإذا لآتيناهم من شدش واحد المصحف واحد واحد هذه الناس الكل، شدش المصحف قال نحفظ واحد، واش تتابعوا؟ القرآن يؤخذ بالمشابهة، وإلا سكر المصحف. وإلا سكر المصحف، يتعلم وإلا سكر. واش الحالة الذي ما عندكش الثاني؟ يا تتعلم يا سكر المصحف، أما تشد وتقرا وحدك واش هو إلا لآتيناهم ما تلقى حتى بالبلاصة، فهمت كيف؟ رد بالك. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بارك الله فيك، فضل الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك، تفضل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صراطا مستقيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ردت في العين ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أكثر خير وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بارك الله فيك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك. تفضلي بعد. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بارك الله فيك. تفضلي بعد. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لكان توجه الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك. أسئلة اللي بعد. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
أشد مش وأشد أشد تثبيتا وإذن لآتيناهم من لدن ملكا أجرا عظيما من لدن مدنون وإذن بارك الله فيك الله يرحمك تفضل سيدنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بين الهمزة بإذن الله بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لا ردك بالشكل جاءوك فاستغفروا أي مش فاستغفروا نعم ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بارك الله فيك جيد أكمل الصف ونرجع للتعليم نعم تفضل ولو أننا كتبنا عليهم أن تقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون رقق العين ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناه صراطا مستقيما. اي نعم، بارك الله فيك، تفضل. ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. مش واستغفر، نحمد الله. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم